بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة من يوميات أبو أيمن وأم الخير. إذا كنتم من المتابعين الجدد وأعجبتكم القناة، اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. حبيبنا، موضوعنا اليوم وبناء على اقتراح ورد من بعض حبيبنا المشتركين، رح نتحدث عن فيتامين كاف. فما هو فيتامين كاف؟ وما هي أنواعه وأهميته بالنسبة للإنسان؟ وكيف نحصل عليه؟ يعد فيتامين كاف من بين العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مشاكل في العظام وظهور كدمات ونزيف، ويلعب دورا مهما في تخثر الدم. ومثل أي فيتامين آخر، يجب أن يتوافر فيتامين كاف حتى يساعد على تحسين تطور الجسم وأدائه. في الواقع، يعد هذا الفيتامين قابلا للذوبان في الدهون، ويخزنه الجسم بكميات صغيرة تستنفذ بسرعة، ولهذا السبب ينبغي تناوله بانتظام. ومع ذلك يمكن للجسم إعادة تدوير كميات صغيرة منه لاستخدامها من جديد. وفيتامين كاف يلعب دورا مهما في إنتاج بروتينات تسمى عوامل التخثر، ونظرا لأهمية دوره فإن تناوله بكميات غير كافية من شأنه أن يسبب عواقب وخيمة مثل النزيف. علاوة على ذلك، يبدو أن هذا الفيتامين يلعب دورا في التطور السليم للأنسجة والعظام، وعدم مد الجسم بكميات كافية منه قد يسبب مشاكل في نمو العظام. وفيتامين كاف أنواع. عموما هناك ثلاثة أنواع لفيتامين كاف، هي فيتامين كاف 1 وكاف 2 وكاف 3. فما هو الفرق بينهما؟ يعد فيتامين كاف 1 وكاف 2 من الفيتامينات الطبيعية المهمة لتخثر الدم، وذلك بسبب دورهما الأساسي في إنتاج عامل التخثر، وهما من الفيتامينات الذائبة في الدهون. ولفيتامين كاف ثلاثة أشكال. أولا فيتامين كاف 1، ويتوفر بشكل طبيعي في النباتات وتحديدا في الخضروات ذات الأوراق الخضراء، ويمكن لجسم الإنسان أن يستخدمه مباشرة، أي تحويله إلى فيتامين كاف 2. وفيتامين كاف 2 الذي يصنع بواسطة البكتيريا في المسالك المعوية، وتنتج البكتيريا بدورها عدة نظائر منه. ثانيا فيتامين كاف 2 يتوفر في المنتجات الحيوانية في أعضاء اللحوم ومنتجات الحليب لكونها عالية المحتوى بالدهون، وكذلك في الأغذية المخمرة. وبالمقابل فإن اللحوم الخالية من الدهون كالدواجن لا ينصح بها لتعويض فيتامين كاف 2. ومن الجدير بالذكر أن الجسم يخزن هذا الفيتامين بتركيز عال في الدماغ والكليتين، أي بشكل مختلف عن كيفية تخزين فيتامين كاف 1 الذي يتراكم في الكبد والقلب والبنكرياس. ثالثا فيتامين كاف 3، وهو النظير الاصطناعي الذائب في الماء من فيتامين كاف، والذي يمكن تحويله إلى فيتامين كاف 2 في الأمعاء بفعل الإنزيمات الموجودة في أنسجة الثدييات، وينتج صناعيا، ويستخدمه الأطباء أحيانا مكملا غذائيا. ولكن ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين كاف عموما؟ تعد الخضار الورقية الخضراء أحد أكثر المصادر الغنية بفيتامين كاف، كما أن اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن من شأنه أن يمنحك ما يكفي منه، نظرا لأن جسمك يحتاج فقط لكميات قليلة منه. بإمكاننا العثور على فيتامين كاف في الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط أو الخس، وبعض الفواكه مثل التين، إلى جانب اللحم والجبن والصويا والبيض. ولكن ماذا لو نقص فيتامين كاف؟ نظرا إلى أن البشر لا يحتاجون إلى كميات كبيرة من فيتامين كاف، فإن نقصه أمر نادر الحدوث، وهذا النقص قد يحدث مع الأطفال حديثي الولادة الذين قد يعانون من النزيف. ويعود السبب في هذا النقص عند المواليد الجدد إلى حقيقة أن هذا الفيتامين لا يدخل المشيمة بسهولة، ولهذا السبب تكون مستوياته منخفضة عند الولادة. وفضلا عن ذلك، لا يحتوي حليب الأم على كميات كبيرة من المواد الغذائية، كما أن البكتيريا المعوية لدى الأطفال لم تنمو بعد، وبالتالي ليست لديه بكتيريا لتوليد هذا الفيتامين. وفي هذا الشأن عادة ما يعطي الأطباء هؤلاء الأطفال فيتامين كاف عن طريق الحقن في هذه الحالات. من ناحية أخرى، يمكن أن تتسبب أمراض مثل التليف الكيسي
أو مرض الاضطرابات الهضمية أو متلازمة الأمعاء القصيرة في نقص فيتامين ك، لأن مثل هذه الاضطرابات تولد تغييرات على عملية الامتصاص المعوي فتقلل كمية هذا الفيتامين الممتص. كما يمكن أن يؤدي العلاج بأدوية معينة مثل مضادات التشنجات أو بعض المضادات الحيوية إلى الإصابة بهذا النقص، ومن هذا المنطلق يمكن أن يؤدي النقص الحاد بفيتامين ك إلى ظهور كدمات ونزيف ناتج عن ضعف تخثر الدم، وفي أسوأ الحالات قد يؤدي ذلك إلى نزيف داخلي خطير. حبيبنا، حتى لا نطيل عليكم نكتفي بهذا اليوم، وسنتابع في الفيديو القادم التحدث عن متى يوصي الأطباء بتناول المكملات الغذائية من فيتامين كاف وكيفية الحصول عليه، وما هي أفضل المصادر لفيتامين كاف طبيعيا طبعا، وما هي فوائد فيتامين كاف 2 تحديدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما. حبيبنا، ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا، وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.